طيب الحالتين، في الحالتين انك انت والله الرحله دي لو اتاخرت انت هتخسر، انت هتخسر $4,000 في الحالتين، لانك انت ماشي موضوع، موضوع مهم جدا جدا. الموضوع بتاعك ده لو اتاخر لاي سبب، بسبب الرحله بتاعتك دي، تمام، عليك شرط جزائي $4,000 او هتخسر $4,000. طيب انت هتحسب، انت هتحسب الفائده بتاعتك كيف في الحاله دي؟ لا دكتور، نحسب بس نشوف هناك 30% وهنا 10%، طيب وهنا لو أخرت هندفع أربعة، في وهناك لو الحالتين انت، أخرت ندفع أربعة في الحالتين. في الحالتين لك هتدفع هتدفع ايوه هتخسر $4,000، وهناك في 900 صح؟ سعيره $900، النسبه بتاعت احتماليتين انها تتاخر 10%، والثانيه سعيره $300 ونسبتين انها تتاخر 30%. لا، أفضل نمشي ب10%، لأنه تمشي احتماله أقل. عشر بالضبط كده، انت بتمشي لانك انت حتى لو جيت حسبتها بتحسب في حاجه عندها اسمها اللي هي بتحسب انت الامباكت، بتضربه في البروبابيلتي، تمام؟ فالبروبابيلتي بتاعت التاخير اللي هي 10%، تمام؟ والسعر 900، وبتحسب الثانيه التاخير بتاعت 300، تمام؟ سوري 30% اللي هي 3 من 100 بتضربها في 300، بعد ذلك بيجيك انه والله افضل لك هنا. ففي النهايه انت بتشيل، بيحصل لك انه الخساره بتاعتها بتكون، يعني انت في النهايه هناك بس بتدفع اسمه شنو، بتدفع التذكره بتاعتك، والنسبه بتاعت ال 10% نسبه قليله، لكن دي كانت النسبه بتاعت انها تتاخر 30%. فحتى انه التذكره رخيصه يس 300%، لكن انت عاين انك هتخسر كم؟ هتخسر 4000. تمام، المثال ده وقع عليكم والله. ممكن نعيده؟ أنا ما طيب كنت أوكي أوكي تمام. طيب خلينا أكتب لكم في هنا، يعني كويس. أنت عندنا تو أوبشن. طيب عندي الرحلة إيه، تمام؟ الرحلة إيه السعر بتاع التذكرة بتاعتها $900، تمام، والنسبة بتاعت انها تتأخر 10%، وعندي الرحلة بي السعر بتاعها $300 ونسبتها هي تتأخر 30%، تمام. طيب انا في الحالتين، كويس، في الحالتين لو حصل علي تأخرت، انا علي شرط جزائي او بقوم بخسر $4,000، تمام. طيب انا طبعا منطقيا بكل الاحوال انا بمشي بختار ايه، صح؟ بتختار ايه ليه؟ شوف لو انت جيت حسبتها انه انا والله يا اخي بخسر كم؟ انا عندي ال 10%، 10% مضروبه في 4000 اللي هي دي الشرط الجزائي اللي انا بدفعه، تمام، الامباكت بلس ال 900 بتاعت التذكره، تمام. كم دي؟ دي حتطلع كم؟ 40,900. $400 بلس 900 اللي هي 1300، صح؟ 40,000. انت دي كم؟
الشرط الجزائي كم؟ لا 400 10 ولا سوري، 1000؟ دي 10%، دي مش 10، 10%. اه ايوه. الشرط الجزائي اول اللي انت بتخسر 4000، تمام؟ ال 4000 دي بتضربها في 10 اللي هي في 10% اللي هي في 0.10، بتكون لك دوبو كم؟ 1300. بتكون لك 1300، تمام؟ طيب خد ال 1300 دي على جنبها، ضرب الثانية هنا اللي هو 0.3 في 4000 بلس بتبقى 1200 زائد 300 1500. 1500. شوف انك انت في كل الاحوال احسن لك تختار الرحله ايه، لانك انت هتختار الرحله ايه، على اساس انك انت لو خسرتها ده ممكن الخساره اللي انت تخسرها ال 1300، تمام؟ ميك سنس؟ واضح. اندرستاند. فانت بتحسب الـ probability، بتضربها في التأثير وبتضيفها على الكوست، تمام؟ عشان تطلع تشوف انك انت انسبليكشن. فهي دي واحدة من التولز اللي انت بتحسب بيها الامباكت بتاع، او بتحسب بيها ال دي معلومة ده بتنتهي. دي الـ expected monetary value يا دكتور. ايوه الـ EMV بالضبط كده. تمام. هنتكلم عنها بعد شوية. لكن بس دي قبل عشان ال اه هذا تمشي معنا. انت ما عندك اوبشن يا دكتور، امبارح عملته ديليت اول. عملت الديليت اول لكن ما ظهر صوت معي، ما اعرف ليه فور سام ريزون. طيب نشوف التولز والتكنيكس بتاعت ال في حاجة ما مضبوطة اليوم. طيب نشوف التولز والتكنيكس بتاعت البرفورم كوانتيتيف ريسك، هي نفس الشيء بس الحاجات الانبوت واحده كلها تقريبا، بس زياده عليها بتزيد الكوست بيس لاين، بتزيد الكوست استيميت والكوست فوركاست، لانه الموضوع فيه خساره يعني، فانت لازم تحسبها يعني، تمام؟ طيب الحاجات التولز والتكنيكس اللي هي الداتا جاذرينج، منها الانترفيو زي ما اتكلمنا عنه شويه، تمام؟ عندنا حاجه الريبريزنتيشن اوف انسيرتينتي، في حاجات انت ما بتكون لك اصلا ما بتكون واضحه، فاي حاجه انت بالنسبه لك ما واضحه دي طوالي خدتها ريسك، تمام؟ يعني انا والله مثلا الاسعار بتاعت الماتيريالز ما واضحه بالنسبه لي، انا دي طوالي هاخدها ريسك، ممكن الاسعار تزيد وممكن الاسعار تنقص، تمام؟ فانا ما عارف انه والله لما نجي انفذ عندي ماتيريالز معينه المفروض اشتريها في الوقت المناسب، تمام؟ فممكن السعر ده انا لحد الان بالنسبه لي ما واضح، لانه ممكن يزيد ممكن ينقص، ومعروف انه الاسعار بتزيد وتنقص، فانت اي حاجه ما متاكد انه والله يا اخي ما متاكد منها 100% طوال انت دي بتاخدها كمخاطر وتحسبها كمخاطر، تمام؟ عندك الداتا اناليسيس، عندك بتعمل مثلا تعمل السيموليشنز، والسيموليشن ده اتكلمنا عنه يا جماعه لو بتتذكروا المونتي كارلو، اللي هو السيستم بتاع مونتي كارلو، انت بتيجي بتاخد فيه الداتا بتاعتك وبيعمل لك اناليسيس للحاجات، يعني مثلا انه والله يا اخي احتماليه انه المشروع بتاعي ينتهي في الوقت الديدلاين بتاعه كم؟ احتماليه انه والله يا اخي المشروع بتاعي ينتهي بدون ما يمشي اوفر البودجت كم؟ تمام؟ فنحن قلنا في سيستم اسمه مونتي كارلو اللي هو بيعمل لك الحاجات دي، فدي هنا بتاعت الحته بتاعت السيموليشن، تمام؟ في سؤال يا شباب؟ عندك الحته بتاعت السنسيتيف اناليسيس دي اللي هي دي بتقدر انت لو يعني بتقدر تحدد بيها الروت بتاع الانسيرتينتي ريسك، يعني الريسك المخاطر اللي انت بالنسبه لك ما واضحه، تمام؟
لما تيجي تعمل سنسيتيفيتي اناليسيس بتقدر انك انت تعمل لها فوركاست للحاجات الما واضحه دي. تمام، مثلا بوتنشال امباكت او بيأثر على المشروع بتاعك، فانت بتعمل له اناليسيس باعتبار انك انت بتمشي بتسأل بتعمل انترفيو بتعمل داتا جازرين. المهم الموضوع بيكون بتعمل له شغل اكثر من الشغل العادي. تمام، بالذات مثلا الحته بتاعت الازعار، مثلا بتقوم تمشي تجمع ازعار من حتات مختلفه جدا جدا، بتشوف انه والله يا اخي انا لو استوردتها بيحصل شنو، انا لو مثلا اشتريت السعر الان. تمام، لانه في حاجات انت ممكن لو اشتريتها من قبل فتره طويله ممكن تبوظ. تمام، يحصل لها اكسبايريشن. فانت هنا بتعمل سنسيتيف اناليسيس. تمام، سنسيتيف اناليسيس اللي هو زي الاناليسيس العادي لكن بس بيكون مور اكسترا وبيكون ان ديب. بعد ذاك عندنا الديسيشن تري اناليسيس اللي انت بتعمل التري بتاعتك دي كويس، وبتبدا تاخذ فيها المخاطر وتبدا تحليلها يعني. تمام، عندك برضه حاجه اسمها الانفلوس دايجرام، دي كلها الدايجرامز دي انا حارسلها لكم في الجروب، لكن في واحد هسه حنشوفه هسه دي في السلايد الجايه. انت هنا عايز الاوتبوت شنو؟ عايز الريسك ريبورت. تمام، انك انت خلاص الريسك ده عملت لها اناليسيس حللتها كلها، المفروض ترتبها في ريبورت وترسلها للسبونسر او تخليها عندك في الدوكيومنتس بتاعت المشروع. تمام يا شباب. طيب عندنا الاكسبكتد مونتري فاليو زي ما قلت لكم قبل شويه، فهي شنو؟ مثلا عندك انت كيف تختار البندر. تمام، عندك مثلا بندر بتاع حاجه معينه بتختاره كيف؟ انه والله يا اخي مثلا عندي البندر ايه، البروبابيلتي بتاع انه يتاخر لي 30%، لو يتاخر لي 30% انا بخسر $1000. تمام، طيب لو جاني في وقته واحتمال تجيني في وقته 70%، انا البروفيت بتاعي بيكون 6000. تمام، ده رقم واحد. بي انه والله يا اخي هو لو اتاخر انا حاخسر $1200. تمام، ولو جاني في ولو جاء في وقته انه انا البروفيت بتاعي بيكون 7500، احتمال انه هو يتاخر 40%، احتمال انه يجي في الوقت 60%. تمام، طيب نجي نعمل لها اللي هي الكالكوليشن زي الكالكوليشن اللي عملناه قبل شويه. تمام، فانت تشوز ذا فيندر بي فور ذا جريتر بروفيت. هنا انت بتاخذ بي لانه البروفيت بتاعه اعلى. تمام، لكن جبال بتاع الطيران انا اخترت الاقل ليه؟ لانه ذاك اللوس اكثر. تمام، اللوس $4000 في الحالتين، لكن هنا مثلا اللوس بتاعي 1200 وهنا اللوس 1000، لكن هنا الاحتماليه بتاعت انه البروفيت اعلى لانه هنا البروفيت 7500 وهنا البروفيت 6000. تمام، فانت لما جيت عملت لهم كالكوليشن بالفورمولا دي طلع عليك انه بي احسن تختار بي لانه الان او سوري الاكسبكتد مونتري فاليو القيمه النقديه للحاجه دي بتجيك كم؟ بتجيك 24. تمام يا شباب، فانت في النهايه بتعمل شنو؟ انت بتخطهم كده عشان قبل ما تعمل الفورمولا بتخطهم في التمبلت دي، بتشوف انه والله تعمل البروبابيلتي بتاعتهم انه والله ياخذ التاخير بتاعه 30%، نسبه انه يتاخر 30%، التاثير بتاعه قروش يعني، بتيجي بتخط انه والله مثلا $1000 1200 وكده يعني. تمام يا شباب، واضح؟ اوكي تمام. عندنا حاجه يا جماعه اسمها الاس كيرف فروم كوانتيتيف كوز ريسك اناليسيس. طيب اللي هو ده الكيرف ده يا جماعه انت بتعمل له شنو؟ بتعمل له بتعمل بتحسب به الرينج اوف انسرتينتي وبتحسب به اللي هي البروبابيلتي. تمام، يعني الحاجات ده دايما انت بتستعمله في الحته بتاعت السنسيتيف اللي احنا اتكلمنا عنها شويه، السنسيتيف اناليسيس اللي هي بتعمل فيها الاكسبكتد مونتري فاليو
وبتجي برضو بتعمل فيها حاجه اسمها الاس كيرف فور كوانتيتيف كوست ريسك اناليسيس، تمام؟ وزي ما قلت لكم الحاجات دي انت ما بتعملها الا المشروع بتاعك لما يكون مشروع كبير، لكن في المشاريع العاديه ما بتحتاج تعمل الحاجات دي كلها. لكن بس انت كبروجكت مانجر لازم تكون فاهم التولز والتكنيكس دي، تمام؟ انت بتعمل شنو؟ اول حاجه بتخد البروبابيلتي بتاعت حدوث الحاجه دي، تمام؟ وبتجي بتخد القروش مثلا، بتخد المشروع انه والله يا اخي المشروع ده مثلا احنا زي ما اتفقنا وقلنا في البدايه بتاعت المشروع الحاجات بتكون ما بكون في صرف بتاع قروش كثير، تمام؟ طيب انا جيت بديت والله يا اخي انه في البدايه لما نصل هنا بديت من الزيرو، لما وصلت 2 مليون والله لحد الان يعني انا البروبابيلتي بتاعت الخطر ما عاليه، لكن لو جيت قستها هنا كويس، لما جيت حسبتها وقستها هنا مثلا في الحته دي لقيت والله يا اخي انه انا النسبه 80%، 80% حته انه الحاجه بالنسبه لي ما واضحه معناها دي حاجه خطره. 8 في شوف ال 80% بتعادلها كم هنا؟ بتعادلها تقريبا 2.45 مليون دولار، تمام؟ فالشانس بتاعتها 58%، دي اللوس بتاعها ممكن يصل لك ل 2.45 مليون. طيب انا الحاجه دي جبتها من وين؟ الحاجه دي جبتها يا جماعه حسب الميزانيه بتاعت المشروع بتاعك، انت بتخط الميزانيه بتاعت المشروع بتاعك وبتخط اللي هي ده التوتال بتاع المشروع، يعني المشروع التوتال بتاعه 2.8 مليون، تمام؟ هنا بتخط النسب بتاعت المخاطر، يعني انا لو لقيت انه والله في خطر مثلا نسبته كانت 21%، تمام؟ وانت عندك الكيرفي ده، الكيرفي ده لانك انت بتحسبه بشنو؟ بالاكسبكتد فاليو اللي عملناه قبل شويه، انه والله يا اخي لو حصل هنا اللوس بتاعي بيحصل كده، اللوس بتيجي بترسم الكيرفي بتاعك ده، تمام؟ فيتخيل لي ناس الاحصاء سلمى الكيرفي ده مر عليهم قبل كده؟ طبعا من قبل بحاول افهمه وما قادره اعمل اي حاجه، ما قادره، ما فهمته يعني كويس. اوكي ما مر عليهم يعني في الاحصاء؟ لا لا أوكي. او انا ما مر علي، احتمال يكون مر علينا ونسيته. اوكي اذا مر عليه يا جماعه الاس كيرفي ده، هو الفكره بتاعته بسيطه جدا، انت بس هنا بترص من زيرو ل 100 اللي هي دي النسبه بتاعت المخاطر، تمام؟ وهنا بترص القيمه بتاعت المشروع، مثلا المشروع بتاعك بتاع مليون بتقوم بتقسيمه يعني، تمام؟ بتجي تعمل انه والله يا اخي بتجي بتطبق فيه الحته دي هنا بتاعت الان فاليو دي، تمام؟ مثلا انا والله يا اخي في الحته دي مثلا لو اتاخر علي، لو انا هنا المشروع ده اتاخر اللي بيحصل شنو؟ النسبه بتاعت انه يتاخر كم؟ والله النسبه بتاعت انه يتاخر 21%، 21%، طيب ال 21% دي بتقابلها كم؟ بتقابلها 2.2 مليون، تمام؟ وهكذا. المهم الصورة لو ما وضحت لكم ممكن نعيده ثاني بعد شوية يعني. بس هو ده لو اسال سؤال يا دكتور ياسر، ايوه بتتكلم عن كل ريسك مع بعض يعني بتعكس لك لريسك واحده ولا بتعكس لك لكل؟ لا لا عن بيتكلم لك عن الانسيرتينيتي ريسك. اوكي بالنسبه للمشروع كله، بالنسبه للمشروع كله يس، لا ما له خبر. يعني هنا على حسب الكيرفي، الاس كيرف هنا شكله بدايه البروبابيلتي ده سايد الناحيه اليسار دي، يعني هو النسبه او العلاقه بين المحور السيني والصادي هي البروبابيلتي مع الكوست بالضبط كده. ايوه فدي الرينج بتاع الان سيرتينتي بزيد كل ما نطلع فوق الاس، هو لو لاحظت الكيرف ده شكله شكل اس، حرف الاس، فبيطلع بيبدا تحت نهايه الاس وبيطلع فوق بيبقى راس الاس فوق في النهايه في الرينج، يعني بدايه الاس في من التوب هي الرينج الانسيرتينتي بتكون اعلى ما يكون فيها بالضبط كده. اوكي يعني هو لما انا ابدا هو بداه بانه بشوف الكوست بتاعي من بدايه المشروع لنهايته، يعني ببدا من زيرو لغايه الماكسيموم بوينت بتاعتي، وفي نفس الوقت البروبابيلتيز بتاعتي بتبدا من زيرو ل 100. الجزء الاخير ده ما عنده اي معنى لانه في النهايه انا حصل ل 100% لو خسرت قيمه الهنا، بس خدتينه كده عشان نعرف فيه يعني بالضبط يعني ما عنده معنى. بس اوكي هو ده بس هنا خدت لك بس عشان نقدر نحدد الهنا تقدر تحدد. ايوه بس خلاص طيب
طيب هو الاس كيرف ده انا بحدد به الكوست بتاع الريسك صح؟ ايوه يعني هو ثابت هو بعدها ثابت بالظبط كده. على حسب الريسك البرسنتج بتاع الريسك شنو انا بقوم بحدد الكوست بتاعي، لكن بالظبط الكيرف ثابت في مكانه صح؟ لو هو الكيرف ثابت لازم ابدا بزيرو ولازم ينتهي ب 100، يعني لازم ايوه يعمل لك شكل الاس ده بغض النظر عن بس شكله. فالاس دي ممكن تكون شويه وايد وممكن تكون شويه مضغوطه، في الحاله دي انت بتقدر تحدد من الشكل بتاع الشيب انه انت الريسك بتاعك كيف واقع. طيب تمام ما معنى كده انه تمام معناه هو ده ديبند على المشروع ما ديبند على انه ايوه الريسك ديبند على ريديكشن المشروع، على ايوه كل المشروع يو اس كله. ايوه شيب بتختلف. انا ما فهمت الكيرف ده لشنو بالضبط، يعني كوانتيتي لشنو بالضبط؟ طيب مثلا انت لو حصل عليك، لو مثلا نسبه المخاطر، كل ما المشروع بدا المخاطر بتكون ها عاليه جدا جدا، يعني صح. المخاطر بتكون ماشيه دايما ماشيه زايده. تمام. طيب 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 تخيل انك انت في الحته دي حصل عليه خطر، انت هنا في الكيرف ده في الحته دي اللي هي دي كم؟ 85. 85 النسبه بتاعت الشانس بتاع انه يحصل خطر في الحته دي او حصل خطر في الحته دي، عالي. انت هتخسري كم من المشروع؟ هتخسري 2.45 ألف الله. مليون. اتنين اللي هي دي يا دكتور، مثلا زي الكوبري، مشروع الكوبري عملت العلب تكلفتها كانت اها 80% من قيمة المشروع، بالضبط كده فبعدها عشان تعيد عشان تصنع العلب دي تاني اللي تكسرها وتبني علب جديدة هتخسر 2.45 مليون دولار، ايوه فكده معناه الريسك في عالي مخاطرة جدا. شديدة. ايوه بالضبط كده كده. وقع. ايوه طيب تمام. اللي هي ال 85 واللي فوق دي يعني ما خلاص انا بجيب هنا في حد ال 85 دي نسبة المخاطر. دي هنا ايوه ده دي دي هنا شنو انت بتبدي بتمشي زي ما انا، يعني ممكن شنو المشروع بتاعي الاختلاف الوحيد بين المشاريع بس هنا في الخسارة اللي هي في القروش، يعني في البودجت بتاعت المشروع في الميزانية. كويس. وبعدين الحاجة دي انت اللي بتخطيها، ما في زول، يعني انت بتحدد بتقول والله يا اخي انا بقوم بخطها، مثلا انا حبدأ مثلا بمليون 2 مليون، يجي وهب الله يقول لا انا دار ابداها ب 2.5، يجي محمد يقول لا انا دار ابداها ب 1.5، تجي سلمى تقول لا انا دار ابداها ب 3. تمام. فانت على ضوء بتقومي الكيرف ده الاس ده ثابت. تمام. ما ايوه بيتغير في اي مشروع، ما بيتغير ايوه من زيرو ل 100% ما بتتغير، لان دي النسب بتاعت انه والله يا اخي الريسك يحصل لي كم في المية. تمام. الحاجه الوحيده اللي بتتغير اللي هي البودجيت بتاعي دي، البادجت. التقسيم بتاع. تمام. يعني مثلا انت تمام. بتقسمها بشنو؟ انت ممكن تقسمها دايرة بالشهور. دقة شديدة الحاجة دي، حساب طبعا دقيق. طبعا طبعا. انت ممكن تقسمها بالشهور، تقول لي والله يا اخي المشروع بتاعي ده 1 2 3 4 5 6 7 8 بينتهي ب 9 شهور. انا قسمت الميزانية دي على 9، ففي كل شهر مفروض اصرف دي الصرفيات بتاعتي كله على راس كل شهر. تمام. يجي مثلا دكتور وهب الله المشروع بتاعه مختلف، المشروع بتاعه بينتهي في 12 شهر، في بيصرف الصرف بتاعه كله شهرين. تمام. يعني ايوه الانستولمنت اللي بيدفعه كل شهرين، ما بيدفع كل شهر. تمام. فبيقوم بيعمل الحاجه دي بيقسمها على 6، ما علي 9، باعتبار ما المشروع علي بتاعه بينتهي على في 12، لكن هو بيدفع كل شهرين، بيقسم الميزانيه بتاعته دي على تمام. تمام. وبتطلع لي القيمة بتاعت الفترة اللي هي يعني بتاعت اللي هي يعني الفترة المحددة during التسعة شهور أو الستة شهور دي، مش كده الفترة بالضبط كده. بالضبط كده. يعني البادجت بتاع الفترة المحددة، مش كده البادجت بتاع مثلا، لا ده البادجت بتاع المشروع كله. كله. يعني مثلا انت المشروع بتاعك ده 9 شهور، تمام؟ انت أه. كل شهر بتدفعي 1 مليون دولار. تمام. معناها انت هنا الخطوط بتاعتك دي هنا التحت دي المفروض تكون شنو؟ تكون كل شهر هنا 1 مليون 2 3 4 5 6 7 8 7 9. 8 9 تمام. تمام. فيتخيل انه عندك ريسك، الريسك بتاعك ده جاك في لما الـ هنا الخمسه، سبعة في يعني 7 مليون في الشهر السابع مثلا جاك
جاء خطر والمشروع بتاعك ده في الشهر السابع، انت معناها حتخسري كم؟ 7 مليون. حتخسري 7 مليون. تمام؟ ايوه. وهكذا. والله يا والله يا دكتور من زمان المولاريا ده صعبه جدا. لا وضحت والله، وضحت والله مولاريا مشكله يعني، لكن لكن هسه كده وادي الحمد لله. تمام. هبات انا شايفك رافع يدك قبل شويه، غيرت رايك والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بس انا كنت عايزه في بدايه بدايه الكورس كان في سلايد كده مكتوب فيه انه الستاف والكوست ليفلز في بدايه بتكون بسيطه، ولما المشروع يمشي لقدام بتقوم بتزيد. Yes. وفي هناك فوق كان في الريسك انه في بدايه المشروع بتكون عاليه، والمشروع لما يمشي بروجرس بتبقى متناقصه. بالضبط كده. حاسس ثاني الاس كيرف ده بيقول حاجه ثانيه. لا لا لا، الاس كيرف بيتكلم لك شنو عن الانسيرتينيتي ريسك، اللي هو المخاطر اللي بتكون شنو؟ المخاطر اللي بتكون انك انت بالنسبه لك ما واضحه وما متوضعه. وبرضه دكتور ياسر لاحظ انه هو بيتكلم عن الكوميوليتيف بروبابيليتي، يعني أيوه. هو ماشي كل مره بتتضاعف معاك او بتمشي بيجمع دي مع دي، يعني الخطر بتاع الفات مع الخطر الجديد. تمام بالضبط كده، بالضبط كده. لكن هي شوفي عموما الكوانتيتيف كوست ريسك اناليسيس دي بتعمليها في المشاريع الكبيره، ونحن دائما قلنا في المشاريع الكبيره حتى السكوبس بتاعتها بتكون ما واضحه، ما بتكون واضحه الا لما نخلص مثلا، خلصنا الحته بتاعت مثلا الكوبري، مثلا الكوبري ما مشروع ضخم جدا جدا، خلصنا العلب بتاعت الكوبري يا دوب، بعدين احنا بعد ما خلصنا العلب بعدين نقدر نشوف انه والله بعد سنتين احنا خلصنا العلب، بعدين بنبدا البيم بتاع الكوبري ذاته. تمام. فده بكون عندك انسيرتينيتي بتاعت حاجات كثيره جدا، انسيرتينيتي بتاعت انه والله الاستاف بتاعك ده كله يمشي، انسيرتينيتي بتاعت انه الاسعار دي تتغير، انسيرتينيتي بتاعت انه الشركه الراعيه للمشروع دي تفلس. تمام. ممكن الحكومه يعني تتغير. تمام. ففي حاجات كثيره جدا جدا بيحصل لك فيها انسيرتينيتي، عشان كده دائما بقول لك الكوانتيتيف كوست ريسك اناليسيس ما تستخدميها الا في المشاريع الكبيره. الحته اللي اتكلمت عنها قبل شويه الاخت دي هي بالنسبه للانس، الريسك العالي في بدايه المشروع في الانيشيشن هو انه المشروع اصلا هو ما واضح كمشروع كامل، عشان كده الريسك عالي، لانه انت ما 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 واضح ليك المشروع انت هتعمل شنو فيه، البلان ما واضحه، التيم اللي انت محتاج له شنو، الريسورسز اللي انت محتاج ليها، يعني لسه الحاجات ما واضحه بالنسبه، عشان كده الريسك بيكون عالي. لكن مجرد ما تخش في البلاننج ويتحدد التيم، وهنا انت بعد خلاص البروجكت بتاعك بدات الصوره بتاعته وضحت، الكوست بتاعته بدات توضح، البادجت بدات توضح، فكده انت دي الحته الاولى. الحته الثانيه بتاعت الانسرتينيتي بتاعت الاس كيرف دي هي بعد ما بدات في التنفيذ انت بتاع المشروع، فكل ما تمشي انت دفعت قروش اكثر، مشيت في المشروع معناه خسرت اكثر، يلا عشان ترجع تخسر الجزء اللي انت دفعته الريسك بيكون اعلى ما يكون في نهايته، لانه اوريدي انت دفعت قروش كثيره. طيب حسين انا امنع الحاجه دي، يعني انا امنع الخساره دي اعمل شنو؟ تمنع هما شوفي عشان تمنع الخساره من البدايه لازم يكون عندك ريسك مانجمنت بلان، تطبق الريسك مانجمنت بلان بتاعتك. ما هو ياسر الحته دي كلها نحن بس بنعمل في بلاننج بالمناسبه. ده بس بلاننج للريسك بتاعنا، ودي التولز اللي بنعمل لها بلان للريسك اللي هي الكوالتيف ريسك اناليسيز والكوانتيتيف ريسك اناليسيز، دي كلها خطط عشان انت تتفادي بها المشروع. هنا بوريك شنو، بقول لك والله يا اخي شوفي يا استاذه انه المشروع بتاعك ده مشروع كومبلكس، ودي المخاطر بتاعتك بتكون كده، عشان كده انت لازم تكوني عامله حسابك فيها. تمام. وعندي ذات وعندي بادجت كويس عشان انا اتفادى. بالضبط كده، عشان كده شوفي مدراء المشروع المشاريع الكبار ديل بمرات بينتحروا عديل كده. ايوه ماشي، زي ده مش سجنوه غصن بتاع نيسان، ده مش سجنوه في اليابان وهربوه موضوع. أيوة. يعني أيوة. ما لانه بس يعني لانه المشاريع دي يعني حاجه ما سهله، يعني ما سهله. لبناني الزول ده؟ لبناني. ايوه لبناني. تمام. طيب
نمشي. طيب انتهينا خلاص من الريسك اناليسيس. بعد ده عندنا الحاجه الاهم من كده يا جماعه، احنا عملنا خلاص بلان للريسك بتاعنا وحللنا الريسك تحليل كمي وتحليل كيفي. بعد ده بنجي نشوف نخط خطه انه والله الريسك ده لو حصل انه نحن حنعمل له ريسبونس كيف. تمام. طيب نحن اللي هي هنا بنعمل شنو؟ العمليه بتاعت البلان ريسك ريسبونس اللي هي دي عمليه وضع الخيارات. تمام. Developing options, selecting strategies, and agreeing on action. أيوة. سؤال Galaxy A10. في واحد رافع يده يا جماعة. طيب اللي هي هنا في البلان ريسك ريسبونس يا جماعة في البروسيس دي، أنت المفروض تعمل شنو؟ أنت المفروض تضع الخيارات وتختار الاستراتيجيات المناسبة عشان تعالج بيها أي خطر ظهر لك. تمام؟ اللي هي المخاطر الفردية والمخاطر بتاعت المشروع الكلية. طيب الفائدة بتاعتها شنو؟ الفائدة بتاعت البروسيس دي يا جماعة بتوضح لنا، بتحدد لنا الطرق الملائمة لمعالجة الخطر الكلي للمشروع أو الخطر الجزئي. الخطر العام للمشروع يا جماعة زي قبل شوية نحن شفناه في الـ في الـ في الاس كير في ده. تمام. دي المخاطر اللي بنسميها نحن المخاطر الكامل للمشروع. لكن الانديفيدوال بروجكت ريسك يعني دي يعني حاجات ممكن تحصل لكن ما بتوقف لك المشروع، لكن ممكن تاخره لك. تمام. لكن الاوفر البروجكت ريسك ده ممكن ينسف لك المشروع من جذوره يعني. طيب نجي نشوف الريسك ريسبونس البلان ريسك ريسبونس، نشوف الانبوت بتاعته. الانبوت بتاعتها يا جماعه هي انت محتاج للريسورس مانجمنت بلان. تمام. ومحتاج للكوست بيز لاين. تمام. محتاج للليسور لين عشان انت تعرف انه قبل كده الريسك اللي حصل في المشاريع الزمان حصل فيه شنو وعالجوه كيف. محتاج للبروجكت تيم اساينمنت، دي مهمه جدا جدا لانك انت بتعرف انه والله محمد عثمان شغال في الاكتيفيتي كده، خالد شغال في الاكتيفيتي كده. تمام. بعد ذاك الريسورس كاليندا، انه والله يا اخي الريسورس مثلا الاسمنت ده بيجيني يوم كده، عندي التيم بتاع مثلا بيجي بياخد القياسات بتاعت او بيعمل التشيك بتاع الكواليتي بيجيني يوم كده. تمام. فانت دي هنا الانبوت. طيب التولز والتكنيكس، انت محتاج اكيد للاكسبيرت جادجمنت. في الداتا جاذرنج محتاج لانترفيوز على اساس انه تعملوا بلان انه والله يا اخي الريسك ده لو حصل انتوا تعملوا له ميتيجيشن 200 وتعملوا له افويد 200 وتعملوا له اكسبت 200. انتربيرسونال اند تيم سكيلز محتاجين للفاسيليتيشن. تمام. طيب في حاجات هنا مهمه جدا جدا، فدي انا حجيب فيها شويه، اللي هي منها الاستراتيجيز استراتيجيز اوف تريت. تريت طبعا يا جماعه اي حاجه خطره للمشروع. تمام. فانت الحاجات الخطره لازم يكون عندك استراتيجيه عشان تتعامل معاها. عندك الاستراتيجيات لو حصل مثلا اوبورتينيتي للمشروع. تمام. بعد ذاك عندك الكونتينجنت ريسبونس استراتيجي، ده خلاص يعني الخطر لما حصل انت هتتعامل معاه كيف. استراتيجيز فور اوفرال بروجكت ريسك. تمام. بعد ذاك بتعمل داتا اناليسيس، بتشوف والله انه انا اختار لو مثلا الريسك ايه حصل البيست سيناريو انه انا اعمله ليش، او البيست سولوشن شنو. تمام. فانت بتعمل محاصصه بين الاحسن استراتيجيه انت بتختارها. تمام. عندك الكوست بنفيت اناليسيس، دي قبل شويه نحن شفناها في الاي ام دي. تمام. وشفناها في الاس كيرف. انت بتعمل كوست بنفيت اناليسيس وبعدين الديسيشن ميكنج، انك انت تختار يا استراتيجيه المناسبه اللي انت بتختارها. تمام. فانا الليله ان شاء الله هتكلم عن الاستراتيجيز اوف تريد بالتفصيل، وباقي الحاجات حنخليه لبكره ان شاء الله. طيب لما يكون عندك ريسك يا جماعه، خلاص الريسك ده انت سواء كان عملت له اكسبت او افويد او ميتيجيت. تمام. قبل ما يحصل لو ما قدرت تعمل له ميتيجيت، انت معناها محتاج تمشي لتشينج ريكوست. تمام. ودي الحته اللي انت المفروض تتفاداها، لكن في النهايه at the end of the day في حاجات انت ما حتقدر يعني non avoidable.
عملت الحاجات كلها وكده في النهايه حصلت. فخلاص انت عشان تمشي لقدام انت قبيل خطيت عندك الميزانيه بتاعت المخاطر، عشان انه والله لو حصل الخطر ده هتعامل مع الحاجه دي كيف، تمام؟ فانت بعد ده هتمشي للتشينج ريكويست، هتعمل ابديت للسكيدل بتاعك لانه خلاص ظهر لك تشينج ريكويست، معناه طوالي هتمشي تعمل ابديت للسكيدل مانجمنت بلان، للكوست مانجمنت بلان، للكواليتي مانجمنت بلان، للريسورس مانجمنت بلان، للبروكيورمنت مانجمنت بلان، تمام؟ تعمل ابديت للكوست بيس لاين، للسكيدل بيس لاين، للكوست بيس لاين، ده كلهم يتعمل لهم ابديت. تعمل ابديت للدوكيومنتس بتاعت المشروع اللي هي الاسامشن لوج والكوست فوركاست والليسون لين ريجستر والبروجكت، ده كلهم انت بتعمل لهم ابديت، تمام؟ طيب خلونا نمشي نشوف. عندنا يا جماعة زي ما قلت لكم الاستراتيجيات بتاعت الثريت، تمام؟ المهددات. طيب الاستراتيجيات بتاعت المهددات دي واحدة منه، ونحن يا جماعة عندنا حاجة اسمها اسكليت. اسكليت دي اللي هي شنو؟ انك انت ترفع ال escalation is appropriate when the project team or the project sponsor agreed that threat outside the scope of the project. لما الخطر ده يكون انه خلاص انتوا كلكم اتفقتوا التيم والسبونسر انه والله يا اخي الخطر ده يعني فوق القدره بتاعت التيم، تمام؟ انت في الحاله دي هتعمل له ايه؟ انت هتعمل له اسكليت. اسكليت اللي هو ترفعه للمستوى الاعلى، يعني سواء كان ترفعه لناس البي ام او والله الخطر ده لانه اسكليت عنده علاقه بالحكومه، بعدين انت تمشي ترفع الموضوع ده للحكومه لاداره المشاريع في الحكومه او الحته اللي انت شغال فيها، تمام؟ فادمتين انت بتعمل اسكليت 200 لما يكون فوق للطاقه، فوق للاوثوريتي بتاعتك كمدير مشروع، تمام؟ طيب الاسكليت اسكليتد ريسك ار مانج ات ذا بروجرام ليفل بورتفوليو ليفل اند نوت فور ذا بروجكت ليفل. يعني شنو؟ يعني انك انت دائما الريسك اللي بتعمل له اسكليت ده دائما ما بكون في المشاريع، لانه في المشاريع انت بتكون يا انت يا الفانكشنال مانجر، انتوا بتكونوا في النهايه انتوا المشروع ده عندكم السلطه المطلقه فيه، تمام؟ فما بتقدروا تعمل له اسكليتد، لكن الاسكليتد ده دائما بيكون لما يكون مثلا في بروجرام، البروجرام ده مثلا شغال في بورتفوليو، معناها عندنا نحن البروجرام ده فيه كم بروجكت، تمام؟ فنحن هنا ممكن نعمل اسكليت للبروجرام مانجر، تمام؟ البروجرام مانجر ممكن يعمل للبورتفوليو مانجر لما يكون عندنا بورتفوليو، والبورتفوليو ده فيه كم بروجرام شغالات فيه. طيب the project manager determine who should be notified about the threat and communicate the details to that person or part of the organization. يعني انت لما المدير المشروع انت المفروض تكون عارف انه والله يا اخي لما يحصل معك خطر المفروض تتكلم معه، تمام؟ يعني مثلا انت الشركه اللي شغال فيها دي ويك ماتريكس، وزي ما قلنا ويك ماتريكس انت ما تكون عندك الاوثوريتي، تمام؟ الاوثوريتي بتكون عند الفانكشنال مانجر. طيب لما يحصل خطر زي ده مثلا، والله فجاه كده ناس الاسمنتي دي المفروض يجيبوا لنا الاسمنتي بكره ضربوا قالوا والله سوري نحن بكره ما عندنا اي طريقه نجيبه لكم، هنجيبه الاسبوع الجاي، حصل عندنا مشكله في المصنع، حصل عندنا مشكله في التراكس اللي بيجيب لكم الاسمنت. طيب انت في الحاله دي هتعمل شنو؟ انت اسكليت الموضوع ده للفانكشنال مانجر، تمام؟ escalated threats are not monitored further by the project team after escalation. يعني انت مجرد ما التيم بتاعك عمل اسكليت للحاجه دي كويس، لكن انت مثلا تخيل انه احمد عثمان ده شغال في 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 اكتيفيتي محدده، وخالد هو البروجكت مانجر بتاعه، محمد عثمان ده عمل اسكليشن للحاجه دي، خلاص بعد ده محمد عثمان ده ما عنده بيعانه، يعني طلعت من عهدته. بعد ده بيكون الشخص اللي استلم الاسكليشن هو مفروض بعد ده يديل ديل في الحاجه دي، تمام؟ مهمه جدا جدا اي اسكليشن يا جماعه لازم تسجله في الريسك ريجستر، دي مهمه جدا جدا، تمام؟ طيب واحده من الاستراتيجيات بتاعت المهددات يا جماعه اسكليت. نمشي للثانيه افويد اللي هي انك انت يعني تعمل 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 رايح من الموضوع ده. طيب
The project team acts to eliminate the threat or protect or protect the project from its impact. يعني انت كنت في الحالة دي عندك حالتين avoid. يا إما إنك أنت تتعامل تنسى الحاجة دي تمام تتغاضى عنها، أو إنه والله يا أخي أنت تمنعها إنها تحصل. تمام؟ يعني مثلا والله يا أخي أنا عندي الأسمنت الأسبوع الجاي حيتأخر. تمام؟ أنا عندي حالتين، يا إما إنه والله يا أخي أنا أكون عندي أسمنت فايض وأشتغل به وطوالي ما تأثر بالحاجة دي، أو والله يا اخي انا من الموضوع بتاع الاسمنت يتاخر، انا خلاص الاسبوع الجاي ما حاشتغل في حاجه بتاعت اسمنت، حاشتغل في حاجه ثانيه باعتبار انه انا اكسب الزمن بتاعي. وانا في الحاله دي انا في كل الاحوال عملت افويد للمهدد ده. تمام. changing the project management plan to eliminate the threat entirely. زي ما قلت لكم يعني انه والله يا اخي مثلا الاسمنت الاسبوع الجاي انا حيتاخر علي، انا طوال رح اغير البلان بتاعتي عشان اقوم انه والله يا اخي الخطر ده اقوم اتحاشاه. Example of this include extending the schedule, changing the strategy or reducing the scope. دي الاستراتيجيات اللي انت المفروض تعملها عشان to avoid a risk، اللي هي انك انت تزيد الـ يعني الجدول بتاعك. تمام. الجدول بتاعك عندك activities كويس، يعني بمعنى ثاني تعمل فاست تراك. تمام. تغير الاستراتيجيه بتاعتك زي ما قلت لكم، تخلي مثلا الشغل بتاع الاسمنت الاسبوع الجاي تمشي تشتغل في حاجه ما عندها علاقه بالاسمنت. تمام. او والله يا اخي الاسكوب رغم بيده انا ممكن اقلله على اساس انه ما ياثر على الكواليتي، لكن في نفس الوقت انا بديني فرصه انه افويد الريسك ده. تمام. فنحن عندنا اثنين استراتيجي، اللي هي اسكليب والثانيه افويد. عندنا يا جماعه ترانسفير. ترانسفير ده انت بتودي الريسك لجهه ثالثه. تمام. الجهه الثالثه دي زي شنو؟ مثلا يا جماعه شركات الانشورنس. تمام. شركات الانشورنس دي بتقوم بتودي لهم بتعمل ترانسفير للريسك. برضه يا جماعه اللي هي المكاتب بتاعت المكاتب اللي بتشغل الناس. تمام. الايجنت، انه والله يا اخي انا عندي مثلا التيم، عندي تيم مفروض يجي كده بدل انا امشي اعمل له سيلكشن براي عشان ما احصل في خطر بتاع انه والله انا ما عارف الخبرات بتاعته وانا ما عارف الحاجات دي. انا بقوم بعمل ترانسفير للمكتب ده يكون هو ديل والحاجه دي. والمكتب ده طبعا بيكون انا متعاقد معه، عندي معه عقد انه لو حصل اي مشكله من الـ التيم او تيم ممبرز منه انت بتكون المكتب ده يكون مزور. تمام. فدي كل دي هي الحته بتاعت الترانسفير. زي ما نحن بنمشي نعمل التامين بتاع العربيه، تامين للبيت، تامين لشنو، ده كله ترانسفير ده ريسك، على اساس انه الريسك ده لو حصل في جهه ثالثه هي حتتولى عنك الموضوع ده. تمام يا شباب. نحن عندنا ثلاثه، او اول واحده اسكليت، الثانيه افويد، والثالثه ترانسفير. عندنا حاجه اسمها ميتيجيت. ميتيجيت دي اللي هي شنو؟ خلاص انه الحاجه دي يا اما انه والله يا اخي تقلل البروبابيلتي بتاعت حدوث الحاجه دي. تمام. انه والله يا اخي انا ممكن الاسمنت ده يتاخر علي، تاخير الاسمنت حيقوم يغير علي مثلا في الكوست، ممكن يغير علي في السكيدول. تمام. انا بقوم بعمل جهدي انه والله يا اخي الاسبوع ده بدل تجيني شحنه واحده انا بجيب شحنتين. تمام. بتاعت اسمنت كده بالطريقه دي انا الاسبوع الجاي لو اتاخر علي الاسمنت ما في مشكله، انا جاهز ليه وعملت ميتيجيت للحاجه دي. او والله يا اخي المشكله دي حصلت، انت بعدها ديل ويذ ات، تحاول تعالج المشكله. تمام. طيب انت عشان برضه ميتيجيت دي كوندكتنج مور تيست اور تشوزنج مور ستيبل سبلاير اكزامبل اوف ميتيجيشن اكشن. يعني مثلا قبل شوي ادم ضرب المثال بتاع انه يا اخي حصل عليه بعد ما سلم المشروع بتاعه، مشروع التخرج، السيرفر ولا السوفت وير الشغال عليه وضرب. تمام. انت عشان تأفويد الحاجه دي المفروض يكون في عندك زمن، تدي نفسك زمن بين تسليم المشروع والزمن بتاعت المناقشه بتاعت المشروع بتاعك دي. تمام. على اساس انه انت طوالي في الفتره دي تجي تعمل فيها تيست، ويكون عندك باك اب. تمام. على اساس انه طوالي لو حصل والله المشروع ده باظ علي انا طوالي عندي الباك اب بقوم بشغله. فهي دي الحته بتاعت الميتيجيشن. بس عندي ثلاث استراتيجيات، الاولى اسكليب، الثانيه افويد، ترانسفير، ميتيجيت.
mitigation may require prototype development to reduce the risk. يعني دي دائما في المشاريع بيكون فيها يعني شغل بتاع منتج او حاجه. انا انت فانت بتعمل بروتوتايب اللي هي بتعمل لك حاجه مصغره من المشروع عشان تقدر تعمل عليها تيست. تفضل يا استاذه. دكتور بدي اسالك الفرق بين سكلايت وترانسبير شنو؟ ما انت في احوال مرسله لناس ثانيين يعني مش مرسله للاوفيس. سكلايت اللي هي بس انت ترفعيها في نفس الليفل بتاع الاورجنايزيشن بتاعتك بترفعها بس للاورجنايزيشن للليفل الاعلى. لكن ايوه الليفل الاعلى. لكن الترانسفير انه هم يقوموا بالموضوع ده يعني زي الانشورنس انه والله يا اخي الموضوع ده العربيه بتاعتي دي لا قدر الله عملت حادث ريتانوف مفروض الشركه دي تدفع لي. تمام يعني بنتكلم عن اورجنايزيشن اورجنايزيشن ما نفسها ما كانه نحن بنفس المنطقه بالضبط كده بالضبط كده اللي هي في اسكليت في نفس الاورجنايزيشن لكن ترانسفير لثيرد بارتي. ايوه اوكي شكرا الله يديك العافيه. ايوه الميتيجيشن يا دكتور ممكن يكون زي الديزاستر ريكفري. يعني مثلا لو عندك بروجكت كبير فيه داتا سنترز ممكن تتعرض لاي خطر ويكون عندك ديزاستر ريكفري في حتة تانية في لوكيشن جيوغرافيكال لوكيشن مختلف بنفس اللي بحسوا انه دي لو وقعت او اتضربت او اتحرقت السايد الثاني بقوم في نفس اللحظة بالضبط كده يكون عندك باك اب. نعم وبرضه زي عندنا اللود بالانسنج سيرفر يعني يكون عندك سيرفرين شغالات كويس على اساس انه لو سيرفر مثلا داون السيرفر الثاني يشتغل طوالي. او عندنا مثال بسيط جدا جدا الجنريترات الحديثه دي اول ما الكهرباء قطعت طوالي هو خش في الخدمه. فدي مثال برضو للميتيجيشن. تمام تمام اكسبت. تمام اكسبت دي شويه انا يعني انت بتعمل بتعمل اكسبت للريسك. تمام خلاص انه والله الريسك ده وقع. تمام يس عامر. معلش واصل بعد ما تخلص انا حاسالك سؤالين كده بسيطه. اوكي اللي هي ده شنو انه والله الريسك ده خلاص حصل. تمام وبعد ده انك انت خلاص ما عندك حاجه بتاعت انه والله يا اخي ما في برو اكتيف اكشن استيكن يعني انت ما عملت الحسابات بتاعتك الريسك ده حصل يعني خلاص انت بعد ده تقبله وتتعامل معه. طيب اللي هي دي ابروبريت فور لو بروبريتي ثريست يعني لما دي دائما بتستخدم انه ما بيكون عندك يعني ريسك ده بسيط يعني ما حاجه يقدر يعمل لك ايفكت كثيره. تمام واحد من العمال بتاعك يعني مثلا شغال فجاه كده خلى الشغل ومشى. تمام فده ريسكي بسيط يعني. تمام ممكن طوال انت تضرب تمشي السجانه تجيب لك واحد يبدا يشتغل لك الشغل. تمام فده انت ما بتكون يعني الـ ما خسرت كثير. يس خسرت لكن ما خسرت كثير. طيب الاكسبتنس كان بي ايذا اكتيف اور باسيف يعني ممكن يكون حاجه يعني اكتيف او باسيف. اكتيف باعتبار ان الحاجه دي خلاص حصلت وانت طوالي عملت معاها او انت الحاجه دي حصلت لكن ما سرد عليك يعني. Active acceptance strategy is to establish a contingency reserve including amount of time, money or resources to handle the threat if it occurs. يعني لو انه والله يا اخي انا جاهز انه والله يا اخي مثلا عندي بوكس البوكس ده احنا شغالين به يوميا في المشروع بتاعنا ده لكن انا خدت بلان انه والله يا اخي البوكس ده لو حصل فيه اي حاجه انا طوالي بمشي باجر واحد. تمام فهنا في الحته دي انك انت طوالي مثلا البوكس ده يوم من الايام او هي صراحه الاكسبت دي بتحصل 200 لما اللي حصل لما الخطر يقع انت شغال في المشروع الامور كلها تمام فجاه كده البوكس ده حصل عليه وعمل حادث لا قدر الله يتكسر. تمام انت طوالي بتمشي تاجر بوكس ثاني. تمام فهي دي الحته بتاعت الاكسبت الخطر واقتنعت بيه واتعاملت معه واكنولج الحدوث بتاعه وعملت له طوالي ميتيجيشن. تمام الباسيف اكسبتنس انفولف نو بروكتيف اكشن ابارت فروم بيريوديك ريفيو اور اوف ذا ثريت تو انشور ذات ات داز نوت تشينج سيجنيفيكنتلي يعني انه اصلا والله يا اخي
المشروع ده فيه حاجة حصلت كويس، واحد من العمال ده دائما بتأخر، دائما بتأخر الصباح بيجي ساعة متأخر، تمام؟ ده هو خطر، لكن ما هيأثر على ما هيأثر على المشروع كثير، باعتبار انه والله يا اخي الشخص ده بيشتغل، وحتى هو الحته اللي شغال فيها ما حته مثلا يعني حساسه، تمام؟ فانت اوكي انت هنا اقتنعت تماما انه والله الزول ده تاخيره خطر، يس، لكن الخطوره بتاعته خطوره ما 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 مؤثره يعني على المشروع بصوره كبيره، لكن انت شنو بتكون دائما مراقبه ودائما عارف انه والله يا اخي الزول ده عنده ساعه يوميا بيجي متاخره، على اساس انه يوم من الايام الموضوع ده لو زاد بقى ساعتين حتبقى خلاص هنا حتبقى عندك مشكله كبيره. تمام يا شباب؟ يا دكتور؟ ايوه تفضلي. يعني الاكسبت ده بيكون في الريسك البسيط صح؟ تاثيره ما كبير. بالضبط كده، ايوه دائما في الـ في, الـ في الريسك يعني البسيط يعني. يا اما ما عنده تاثير الا يزيد، يعني الا الحاله بتاعته تزيد بعد ذلك ممكن يبقى تاثير كبير، او التاثير بتاعه ده بسيط يعني ما بكلف يعني ما يعني حتى القروش اللي بكلفها ما قروش كثيره يعني. ايوه يعني حاجه كده ولا من تعبه تتجاوزها بس. بالضبط كده، يعني ما تشغل بالك بها، عشان كده بقول لك اكسبت يعني. ايوه يا شباب. عامر، السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. السؤال الاول، يعني مثلا انت قلت لما مثلا انا اقوم اعمل اسكيليشن للحاجه اللي حصلت معي، تمام، رفعت للمدير الاعلى مني، هل ذلك انه انا المفروض انه انا ثاني ما اقوم اعمل حاجه في المشكله، ولا ممكن انا طالما انه انا رفعت عليه وبكون بحاول في انه انا برضه بحل وشغال عمليه بعد بروسيس للحل الموجود ده؟ طيب ما اصلا انت بتعمل ليها، ايوه انت اصلا ذكرت انه اول ما ترفع خلاص بقت مسؤوليه المدير الاعلى منك، يس، بعد ما هي اتنقلت انت ما مثلا ايوه انا الحته دي فعلا اي هو انت ما بترفع الا بعد ما خلاص انت الموضوع يطلع من يدك، يعني انت الريسك ده ما قدرت تحله وما قدرت تلقى له اي معالجه، فالاسكليت ده يكون اخر مرحله، يعني انت من ترفعه بتكون عملت الجزئيات الثانيه دي، يعني انت سلمت المسؤوليه له. ايوه طيب بالنسبه مثلا، طيب في البروجكتايز، تمام، انا الاسكليت ده لما برفعه لانه سبونسر ترفعه عاده في الحاجات بتاعت البروجكتايز ما بكون في اسكليشن، الاسكليشن دائما بيجيك انت، يعني الاسكليشن بيجيك من التيم. اوكي وصلني انا وانا زاد وصلك انت بعد خلاص انت بعد يو هاف تو ديل ويز ات، يعني انت تحله ما عندك اي حل غير انك انت تحله، لكن ممكن انت تحله انه اتناقشت مع السبونسر والسبونسر اقتنع انه خلاص دي مشكله، اوكي، انه بعدين ده عايز احل، لانه مثلا ممكن واحد من التيم بتاعك عمل لك استيليشن لحاجه الموضوع ما, ما ما اصلا ما مشكله ما حاجه هنا يعني. منو دفع على الاسكليشن ده؟ منو واحد من واحد من التيم مثلا، واحد من التيم شغال حصل عليه مشكله جاء عمل لك اسكليشن للمشكله. تمام؟ فانت انت بتحدد مشكله متين لما انت تقعد مع الشخص ده ذاته، وبتقعد مثلا مع رئيسه لو هو عنده رئيس يعني، تمام؟ لاين مانجر بتقعد معه بتعرف انه والله فعلا الموضوع ده مشكله. فانت بعد ده يو هاف تو ادريس ات، يعني هاف انك انت تديل مع المشكله دي انك تعاليها. طلعت من يدك تمشي للسبونسر، طلعت من يدك بعد في دائما في البروجكتايز وفي البروجكت أيوة. ما البروجرام ما بتطلع من يدك انت في النهايه انك انت تحلها انت، يا اما تحلها طوالي تعمل اكشن او تعمل تشينج ريكوست. مظبوط، تمام تمام اوكي يا ريس. انا شايف سلمى. أنا نسيت أنزل يدي، دقيقة. أوكي. طيب. بكرة إن شاء الله حتكون المحاضرة بتاعتنا الأخيرة في الريسك، والمحاضرة الأخيرة بتاعتنا في قبل العيد، بعد ذلك إن شاء الله حنأجز، حنواصل إن شاء الله ثالث يوم في العيد، تمام؟ بكرة إن شاء الله حنكمل الريسك
هنشوف الاستراتيجيز بتاعت الاوبورتيونيتيز، لانه سي قبل شويه الاستراتيجيات الاسكليب والافويد والترانسفير والميتيجيت دي كلها والاكسبت دي كلها عن الثريتس اللي هي المهددات. طيب نحن ما قلنا الريسك ده ممكن يكون اوبورتيونيتيز وممكن يكون ثريت. ان شاء الله بكره بنشوف الاستراتيجيات بتاعتنا ونتعامل مع الاوبورتيونيتيز كيف. تمام، هي تقريبا نفس الاستراتيجيات بتاعت الثريتس، لكن بس في اختلاف بسيط يعني. بعد ذاك نحن بنشوف الاستراتيجيات للمخاطر بتاعت المشروع كلها يعني نتعامل معها كيف. فاينلي بنعمل خلاص نحن عرفنا الايدنتيفاي الريسك وعرفنا انه والله خطينا الخطه بتاعتنا انه والله الريسك ده هاو تو ريسبونس تو ات. بعد ذاك كيف انه نعمل له امبلمنت لما يحصل معانا امبلمنت ريسك ريسبونس، وحنتكلم عن المونيتور ريسبونس. تمام يا شباب؟ تمام. في البدايه بعتذر على الانفورسين ايشو اللي حصلت قبل شويه بتاعت الصوت والانترنت والحاجات دي، فان شاء الله هنحلها قريب باذن الله بعد بكره. ولو في اي سؤال تفضلوا. استاذ بالنسبه للسؤال في الاستراتيجي الترانسفور، ايوه بس يعني ما هو اعتقد بس ترانسفير اللي هي انك انت الخطر ده في جهه ثانيه بتعالجه لك. يعني مثلا انت عندك التامين ده اللي هو ضد المخاطر بتاعت المشروع بتاعك. يعني حصل اي حاجه في المشروع بتاعك انت عندك بوليسه بتاع التامين مع شركه جوه للتامين مثلا. تمام، حصل انه والله عندك سياره تعطلت اتكسرت، عندك تاخير في المشروع حصل لانه والله يا اخي المطر وكده، انه الشركه دي الشركه بتاعت التامين بتيجي تدفع عليك الاضرار يعني. خلاص دائما الترانسفير بيكون لثيرد بارتي اللي هي لجهه ثالثه في المشروع يعني. وبكون فانكشنال يعني فانكشنال. نعم، وبكون فانكشنال شنو؟ يعني اصلا يعني بكون فانكشنال يعني ما بكون بروجكتاجس ولا ماتريس ولا لا 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 دي كل الحاجات دي بغض النظر انه المشروع ده في ويت ماتريكس او فانكشنال او بروجكتاجس. فدي الاستراتيجيات دي لاي مشروع انك انت شغال في مشروع يعني. هو تخيل لي الترانسفير لما انت تصل للحته بتاعت انك انت ترانسفير الريسك it is above your capabilities يعني انت you can do nothing for it. فبعد ذاك انت you will transfer it to زي ما قال لك to اي other هنا. تخيل لي كده ما عارف بس شوف الترانسفير دي انت بس كنت بتاعت شنو؟ انه والله يا اخي التامين بتاع العربيه بتاعتك دي، العربيه بتاعتك دي لو حصل في اي حاجه حادث لا قدر الله ولا كده او اتسرقت انك انت ما حتمشي تدفع من جيبك صح؟ لانك انت اوريدي عامل تامين. تمام، فطوالي تمشي تعمل كليم لغنطة العربية دي من الشركة بتاعت التأمين. نفس الشيء انك انت في المشروع بتاعك ده لازم يكون عندك انت مؤمن على الآليات، مؤمن على الناس ذاتهم كويس التيم بتاعك. تمام، ومؤمن على الماتيريالز باعتبار انه لو حصلت اي حاجة بالناس دي المفروض يدفعوا لك القيمة بتاعت التأمين. وبمعنى ايوه، او حتى شغل الليز يعني لو انت مأجر اليه او معده او كده وحصل فيها مشكله بترجع بتعمل لها ريبليس، بتطلب من الشركه هي او سورس. هي الفكره كلها انك تو او سورس الموضوع ده لجهه خارجيه يعني برا الشركه بتاعتك. يعني حصل عطل بيغيروها لك بواحده ثانيه، بس يعني دي تمام مزولتك ولا تشغل بالك بها يعني. تمام يا شباب، في اي سؤال؟ تمام يا دكتور، ما قصرت، كتر خير، يديكم العافيه. الليله البنات ما سمعنا صوتهم كثير. العظم رمضان يا سعد. وما في اسي ما جاء نسرين، ما في لا انا موجوده يا دكتور، موجوده والله بالله. طيب شكلك لا وين فاطمه؟ اصلا شكلك ما فاطمه موجوده، لكن شكلك انت ما جبتي القهوه الليله يا نسرين عشان كده. والله رمضان هداني يا دكتور، خلاص البيت انتهى. يعني انا احسن لي اكون شغاله موظفه
الغرفة ولا أكون قاعدة في البيت مؤجلة من كورونا. ففعليا كده خلاص انتهيت. والله يا اخي ربنا يتقبل. خلاص رمضان انتوا بالنسبه لكم لسه يمكن يكون انتوا اكيد عندكم رمضان جميل، لكن قعده البيت هي القاتله. اي والله يا اخي الله ربنا يتقبل. امين. الله يخليك يا دكتور. شكرا لك يا دكتور. الله يديك العافيه وبارك الله فيك. الله يكرمك يا رب. الله يديكم العافيه يا شباب، كتر خيركم ونشوفكم بكره. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا يا دكتور. لكم انه النت كان معاكسنا لكن المحاضرة كانت جميلة. الله يديك العافية، شكرا جزيلا على الفيدباك. شكرا. الله يديك العافية. الله يسلمك يا كتر خيركم يا شباب. الله يسلمك. مع السلامة. مع السلامة. والتوفيق للجميع. الله يسلمك.